لم تتأخر إيران في توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. أما إسرائيل التي لم تتبنى عملية الاغتيال فقد أخذت التهديدات الإيرانية بالانتقام على محمل الجد والجد، وهو ما تجسد في مطالبة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز السفارات والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في كافة أنحاء العالم برفع حالة التأهب الأمني واليقظة تحسبا لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. وحذرت السلطات الإسرائيلية من السفر إلى الإمارات والبحرين، وأصدرت إدارة محاربة الإرهاب تحذيرا على أثر حجز نحو 50,000 إسرائيلي فنادق ورحلات إلى الإمارات لقضاء عطلة عيد الأنوار الهانوكا فيها الشهر المقبل، فضلا عن مكوث مئات من الإسرائيليين فيها هذه الأيام. وكانت السلطات الإسرائيلية قد نشرت في وقت سابق تحذيرا للإسرائيليين قالت فيه إنه على خلفية وجود نشاط لمن وصفتها بتنظيمات إرهابية فهناك خطر حقيقي على أمن المواطنين الإسرائيليين الموجودين في هذه المناطق. وقالت إن هذا الخطر تفاقم الآن بعد اغتيال فخري زادة واتهام إيران لإسرائيل بذلك. وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قد قال إن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة لن يبقى من دون رد، وإن طهران ستعاقب مرتكبي الجريمة عقابا قاسيا كما وصفه. وأضاف خلال مراسم تشييع فخري زادة بأن العملية لن تؤدي إلى تراجع إيران عن جهودها في المجال النووي، بل ستسرع من وتيرته. العدو يعلم جيدا، وأنا أقول له بأن اغتيال فخري زادة لن يبقى دون رد. انتقامنا قادم وحتمي، وسيكون عقابا قاسيا لمن ارتكب هذه الجريمة. نشكر الدول التي تضامنت معنا ونحذر الدول التي لم تندد بالجريمة. سنستمر في سياسة مواجهة إرهاب بعض الدول والمجموعات في المنطقة بمساعدة الدول الصديقة. هذه الزوايا وغيرها نبحثها في البداية مع ضيفنا في هذه الحلقة من تل أبيب أور هيلر، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية. ما دلالات طلب إسرائيل من سفاراتها وممثلياتها في كافة أنحاء العالم بضرورة الحذر وعدم السفر تحديدا للإمارات والبحرين باعتقادك؟ طيب، نحن سمعنا التهديدات الإيرانية وسمعنا ما يعتقده الإيرانيون بخصوص اغتيال أب القنبلة النووية الإيرانية، الشخص الذي أراد أن يمحو إسرائيل من وجهها البسيطة. وعندما نسمع هذه التهديدات فإسرائيل تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت كل القنصليات والسفارات الإسرائيلية عبر العالم، ليس فقط في الإمارات والبحرين. نحن نعرف أنه قد تكون هناك انتقامات من قبل إيران بعد اغتيال فخري زادة في طهران يوم الجمعة، ورأينا بالأمس الجنرال خفيف ثقافي الرئيس الأركان جيش الدفاع قال بأن على إيران ألا تفكر بالانتقام انطلاقا من الأراضي السورية كما رأينا في 2018 و2019. إذن الشهور القادمة والأسابيع القادمة سيخيم عليها التهديد الإيراني، ربما من خلال استهداف من قبل سوريا أو استخدام طائرات مسيرة أو أي من الهجمات الإرهابية ضد سفارات إسرائيلية أو قنصلية عبر العالم. وبالتالي وزارة الخارجية الإسرائيلية تأخذ هذه التهديدات
على محمل الجد، ونتمنى أن تكون الاستخبارات الإسرائيلية متقدمة دائما على نظيراتها الإيرانية كما كان الشأن في السنوات الماضية من أجل تلافي أي مشاكل. ونحن يمكن أن نسمع الإيرانيون يهددون الإسرائيليين ويقولون بأن الموساد هو المسؤول عن عملية الاغتيال، ونحن نسمع ما يجري في إسرائيل وتل أبيب، وينبغي أخذ كل هذه التهديدات بجدية. في الوقت الراهن أعتقد أن هناك صراع إذا ما شئتم ذهني ونفسي، وهناك ضغط على مستوى كل هذه الأجهزة الاستخباراتية والحرس الثوري الإيراني قد يحاول التحرك باتجاه المصالح الإسرائيلية إما داخليا هنا أو خارجيا. يعني إسرائيل خائفة من إيران؟ إسرائيل خائفة من إيران؟ ينبغي توجيه هذا السؤال للنظام الإيراني. ما أقوله هو أن إسرائيل تأخذ التهديدات الإيرانية بجدية، والثورة منذ 1979 وهي تستهدف الإسرائيليين. نحن اليهود عندما نسمع عن الهولوكوست، عندما نسمع عن أي شخص يتحدث عن القتل حتى ولم تجمعنا أي حدود معهم، عندما نسمع بالحروب وطبعا الفكرة الهولوكوست في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، دائما ما نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. عندما تسمع إسرائيل أن إيران تسعى وراء تطوير قنبلة نووية فهذه تؤخذ بشكل يعني جدي. أور هيلر، معلوماتك تقول أن إسرائيل هي من نفذ عملية الاغتيال، إذا اغتيال العالم النووي الإيراني، هذا ما أفهمه منك؟ لا طبعا أنا لا أعرف هل الموساد هو من قام بذلك، وإذا ترجح أن يكون الموساد سيد أورهلر هذا سيكون عمل جيدا. يعني ترجح أن يكون الموساد وتعتبره عملا جيدا رغم أنه يخالف القانون الدولي، تعتبره عملا جيدا؟ لا أدري، ربما بلجيكا أو قوات دويلة ويمارة ليشتنشتاين قامت بذلك العمل. بناء على ماذا سيد أورهيلر؟ جدا أعذرني سيد أورهيلر، ابتعدنا عن الموضوع. نحن نتحدث عن، ربما أذكرك بالموضوع، نتحدث عن عملية اغتيال عالم نووي في إيران، اتهمت فيه إيران إسرائيل بأنها هي من نفذ وقالت إنها سترد. الآن سؤالي لك، لماذا تطلب إسرائيل من سفاراتها الحذر وخصصت تحديدا الإمارات والبحرين؟ لم تجبني على الإمارات والبحرين، لا بأس. عدت وسألتك، يعني يبدو يجب أن أشرح لك الموضوع، عدت وسألتك عن أنك هل تتوقع أنت بأن تكون إسرائيل هي من نفذ العملية؟ قلت لي بلجيكا. لم أفهم لماذا تحشر بلجيكا. أنا فقط أمزح طبعا، ليست بلجيكا، لا أدري من قام بذلك، ولكنه عمل جيد وإسرائيليون سعداء بشكل كبير بهذا العمل. طيب نحن لسنا هنا لنمزح سيد أورهيلر، أريد منك معلومات لو سمحت لي. نحن لسنا هنا للمزاح، استضفناك لنحصل على معلومات بالنظر لخبرتك الطويلة كمراسل عسكري. ما الذي تخشاه إسرائيل من تهديدات إيرانية؟ يعني ما قالته الميدل إيست آي باعتقادك صحيح من تهديدات إيرانية تخيف بل ترعب إسرائيل؟ يا
إسرائيل طبعا ليست خائفة من التهديدات كما تعرفون، والفكرة من وراء ما يحدث في المنطقة هو أن إيران تقتل الكثيرين، وهناك طبعا تحريك للكثير من الأدرع. نتحدث عن حزب الله درعها الشيعية في لبنان، ونحن نتحدث عن الصراع مع الشعب الإيراني وليس مع الثقافة والحضارة الإيرانية، ولكن مع الإيران، النظام الإيراني بالأحرى الذي يقوم بهجمات إرهابية ويهدد أيضا الشعب الإيراني الأعزل. وكما تعلمون، ولكن الشعب الإيراني اعترض على قتل محسن فخري زادة. الشعب الإيراني يعتبره مواطنا مثله، يعترض على هذا الأسلوب الذي يخالف أصلا القانون الدولي. وأنت تقول نحن سعيدون، أنت شخصيا سعيد، أنتم سعيدون في إسرائيل بعملية قتل خارج القانون. كيف تتوجه للشعب الإيراني بهذا الشكل وأنت في المقابل تؤيد قتل مواطن إيراني؟ نحن لم نرى محاكمة، لم نرى أدلة، كل ما نسمعه هو الرواية الإسرائيلية فقط. When I think that if you will hear an Israeli leader, إذا ما خرج علينا زعيم وقائد إسرائيلي أو قائد عسكري يقول بأن حلمه هو مسح إيران من الخريطة، أعتقد أن هذا سيجعله عدوا لإيران وهدفا مشروعا. نحن منذ سنوات كل يوم وليلة نسمع من النظام الإيراني، من المسؤولين الإيرانيين، من الجنرالات الإيرانية. لم نسمع هذا من محسن فخري زادة تحديدا سيد أور هيلر، لم نسمع ذلك من محسن فخري زادة شخصيا، سمعناه فقط من نتنياهو. نتنياهو ليس قاضيا محايدا، هو طرف بالآخر، يعني هذا لأنك ذكرت الشعب الإيراني فقط. بروفيسور محسن فخري زادة الذي هو عالم فيزياء نووي، هدفه الوحيد هو أن يصبح شهيدا كما قالت أرملته، وأن يصبح صانع القنبلة النووية الإيرانية. سيد أور هيلر، مرة أخرى أعذرني، سمحني علي أن أقطعك لأستفيد منك الماكسيموم. أنت الآن معنا أور هيلر لنحصل منك أكثر عن وجهة النظر الأخرى، يعني عن معلومات، عن تحليل، وليس عن معلومات من إيران، عن معلومات من إسرائيل. عندما أريد أن أفهم محسن فخري زادة كيف يفكر، ألجأ إلى ضيف إيراني. أنت معي الآن كضيف إسرائيلي، اشرح لي ما المقصود بتحذير الإسرائيليين من الذهاب إلى الإمارات والبحرين، وكيف يؤثر ذلك على التطبيع، على السلام الموقع معهما هذين البلدين؟ كما تعلمون، إسرائيل سعيدة بتوقيع اتفاقيات السلام مع بلدينا في الشرق الأوسط، الإمارات والبحرين. وانطلاقا من الغد، إسرائيل ستبدأ بتسيير رحلات تجارية مع البحرين والإمارات. عندما ننظر إلى الخريطة، فمن السهل جدا بالنسبة للإيرانيين لاستهداف السياح الإسرائيليين من خلال هجمات إرهابية في الإمارات، في أبوظبي وفي البحرين، وهي مناطق قريبة للخليج الفارسي لبندر عباس. بالتالي هذا سيشكل هدفا أو أهدافا سهلة بالنسبة لهم. نتحدث عن مسافات قريبة جدا، ليست بنفس البعد التي تشكلها إسرائيل. إذا هذه إمكانيات من خلالها قد يتم استهداف الإسرائيليين. نتحدث عن الإمارات وعن البحرين، وهذا قد يسهل أيضا على الإيرانيين استهداف هذه اتفاقية السلام التي وقعت ما بين هذين البلدين وإسرائيل. وإسرائيل سعيدة جدا بهذه الاتفاقيات، إضافة للاتفاقيات الموجودة مع مصر، مع أيضا الأردن، وهناك اتفاقيات أيضا
مع السعودية ومع مجموعة من الدول المعتدلة في الشرق الأوسط، وكل هذه الأمور حتى اللحظة ليس هناك اتفاق مع السعودية. المصالح الإيرانية. شكرا أور هيلر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، كنت معنا من تل أبيب. الآن لمزيد من التعمق في موضوع حلقتنا معنا من الكويت دكتور عبد الله الشيجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. من طهران أمير موسوي الدبلوماسي الإيراني السابق. أمير موسوي، إذن من السهل لإيران استهداف الإسرائيليين في الإمارات والبحرين وحتى في مصر يقول لك أور هيلر الذي غدرا عليها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. الحقيقة أنا أعتقد هذا نوع من الاستهتار بالموضوع. الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا ما ردت سترد على المستوى الذي قامت به اليد الإرهابية ضد عالم كبير نووي وربما أعلى من هذا المستوى، وليس السياح أو ما شابه ذلك. هذا يريد أن يحشر الإمارات والبحرين ويريد أن يستعدي الدولتين ضد إيران ويبرز مظلوميته للعالم أن السياح هم في خطر، وهم يعلمون جيدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا ما أرادت تأديب أعدائها تأديبهم على مستوى عال ومقصود ومنظور، يعني مثل ماذا؟ محدد. مثل يعني ماذا؟ ننظر. نعم، ما هو هذا المستوى العالي؟ ما هو هذا المستوى العالي؟ يعني على سبيل المثال عندما ضربت إيران عين الأسد أرادت أن تضرب الموقع، لذا لم يكن الهدف حتى الجنود الأمريكيين. لذا أنا أعتقد أن الصهاينة وحتى أمريكا فتحت الباب وشرعت موضوع خطير وهو قتل العلماء وقتل السياسيين والمسؤولين واغتيالهم. إذن يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تردع أعدائها بهذا المستوى. سنتحدث عن هذا الردع عن هذا الردع وعلى مستوى أعلى كما تقول سيد أمير موسوي، لكن أعطي فرصة الآن لدكتور عبد الله الشيجي. دكتور عبد الله الشيجي، استمعت إلى الخطاب الإسرائيلي في هذا الشأن وهو يقول من السهل لإيران استهداف هذه الدول. في المقابل السيد ضيفي من إيران يقول هذا لوضع دق أسفين إذا صح التعبير بين إيران وهذه الدول. أنت كيف ترى الأمر؟ شكرا لكم، تحياتي لكم وللضيف من طهران والمشاهدين. يعني أعتقد أنا المقابلة مع الضيف الإسرائيلي كانت مضيعة للوقت ومضيعة لقناة الجزيرة لأنك لم تخرجي بشيء منه ولم تخرجي بشيء. يعني ما يجري هو بالفعل تصعيد خطير، هو استغلال الآخر أيام ترامب في السلطة، هو إسقاط يعني الكثير من الألغام في طريق بايدن لعرقلة التوصل إلى أو العودة إلى اتفاق نووي مع إيران، وهذا ما قاله اليوم في الواشنطن بوست بتأكيدات من مصادر أمريكية رسمية بأن إسرائيل تقف بصماتها على العملية التي اغتالت أستاذ الفيزياء ومدير برنامج عماد للبرنامج النووي لعسكرة إذا أرادت إيران. ولهذا السبب سناتور ميرفي كان واضح جدا بالغمز من قناة ترامب بأنه إذا كان الهدف من اغتيال محسن فخري زادة هو عرقلة الطريق أمام بايدن للعودة للاتفاق النووي فإن هذا يجعل أمريكا أقل أمنا وأقل استقرارا، وهذه طبعا رسالة قاسية لترامب الذي أعطى الضوء الأخضر على ما يبدو لنتنياهو ليقوم بهذه العملية المزدوجة في أبعاد ضرب إيران اختراق أمني كبير لإيران. يعني هذا غريب جدا، يعني منذ 2012 إسرائيل لم تجرؤ أو لم تقم بأي عملية اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين، هذا اختراق كبير. وكما قال أحد المسؤولين الاستخبارات الإسرائيليين السابقين لا يمكن تعويض إيران أن تعوض محسن فخري زادة في البرنامج النووي. الآن إسرائيل طبعا تصعد الآن لتبدو كالضحية كالعادة، وهي تقول بأن جميع بعثاتها الدبلوماسية في العالم وضعت في حالة تأهب قصوى، وذكرت بالاسم البحرين والإمارات. طبعا هذه فقط لجزء من ردع لإيران أو رسالة لإيران أنكم أنتم الآن ستستهدفون دول خليجية، ولكن الرسالة الأخطر من ذلك أن هذا سيفرمل التطبيع إذا كان في هناك تطبيع لدول في المنطقة مع إسرائيل، لأن إسرائيل لا يمكن أن يثق بها، ستقوم بعمليات اغتيال ثم ستطلب إسرائيل من مواطنيها إذا صار في تطبيع مع دول
خليجية أخرى بأن تخطئ الحيطة والحذر، وهذا طبعا يعني ينسف بيد ما تقوم إسرائيل بتحقيقه من اختراقات بيد أخرى. على أي حال نحن الرأي وراء الآخر، نترك المشاهد يستنبط مما يسمعه من إجابات دكتور عبد الله الشايجي من جميع ضيوفنا. أمير موسوي، هذا الاختراق الذي ذكره دكتور عبد الله الشايجي، هل لديك تعليق عليه؟ اختراق طبعا الشهيد فخري زادة تعرض لعمليات اغتيال متعددة، وهذه الأخيرة نجحت ربما لأسباب كثيرة سيشرحها وزير الاستخبارات لاحقا. وكما ذكر اليوم السيد علي شمخاني أن هناك مستندات تدل على تعقيد هذه العملية، وأعتقد أن هذا الأمر طبيعي في كل مكان، عملية جبانة، عملية خارج عن الأطر الإنسانية، وكما تفضلت خارج عن القانون الدولي، يعني تخالف القانون الدولي. رجل عالم وكالعلماء الآخرين في إيران يستهدف بهذه الصورة البشعة، لكن أنا أعتقد أن المؤشرات تدل على أن الكيان الصهيوني ربما يعني متورط بهذا الأمر بصورة حتمية نوعا ما، لأنه لأول مرة كما ذكرنا سابقا هناك إجماع لدى القيادة العسكرية والسياسية في إيران أن الكيان الصهيوني متورط. فلذا بمكان أن يمنع السواح من الذهاب إلى الإمارات والبحرين عليه أن يتوخى الحذر من الآن فصاعدا، وخاصة إذا ما خرج التقرير الرسمي للاستخبارات الإيرانية أن الكيان الصهيوني متورط. عليهم على المسؤولين أن يتوخوا الحذر من الآن فصاعدا إذا ما ذهبوا إلى الإمارات أو إلى دولة أخرى. أنا أعتقد سيكون أهداف سهلة لاصطيادهم في أي نقطة من العالم. أعذرني سيد أمير موسوي، أتوقف مع عبارتك على المسؤولين الإسرائيليين عندما يذهبون إلى الإمارات أو أي دولة أخرى في العالم أن يتوخوا الحذر. أنت الآن بهذا الكلام تقول بأن إيران ستستهدف وربما تغتال يعني مسؤولين إسرائيليين، وهل هذا يعني أن المسؤول غير السائح، أنتما يعني أنت هنا تميز بين المسؤول والسائح، وكيف لك أن تصل إلى المسؤول مع الحماية التي ترافقه أينما ذهب، ومن تقصد بالمسؤول؟ يعني كل من يتبنى عملية إرهابية عليه أن يتوخى الحذر وأن يعني يعتبر نفسه هو هدف بالنتيجة وهدف مشروع. طبعا يعني من الرئيس ترامب أصبح هدفا مشروعا بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. الرئيس ترامب ليس لديه حصانة من الجانب الإيراني، وهو اسمه على اللائحة ضمن 37 متهمون، وأينما يوجد سيستهدف إن كان. ولكن هنا ما الفرق سيد أمير موسوي؟ يعني أنت هنا تأخذني إلى مكان لا تحمل مسؤوليته، وأنت وكأنك تهدد بالقتل هؤلاء سواء كانوا مسؤولين أم مواطنين. تتحمل مسؤولية هذا التهديد الآن بالاغتيال، وما الفرق بينك هنا وبين إسرائيل التي تتهمها باغتيال شخص في الشارع؟ أنا لم أقل اغتيال. ماذا يعني إذن؟ كما عملت إيران، لا كما عملت الاستخبارات الإيرانية عندما أتت بإرهابيين من خارج إيران مثل عبد الملك ريجي من الإمارات وشار مهد من أمريكا وكذلك زم من فرنسا. إذن الاستخبارات الإيرانية باستطاعتها أن تأتي بإرهابي من أي نقطة من العالم، فهذا ويحاكم في إيران. إذن إيران من حقها أن تجلب الجنات في أي نقطة من العالم. ستجلبون ترامب مثلا، يعني ذكرت ترامب لذلك سألتك سيد أمير موسوي. أعرف نعم يعني نعم رمزية ما تقوله، لكن حتى لا نتحمل مسؤولية أي دعوة للقتل هنا، يعني تماما يعني أضع علامة تحت ما تقوله بأننا لا نتحمل أبدا مسؤولية ما ذكرته أنت الآن، لأنه قد يفهم أنه دعوة إلى القتل وتورطنا بهذا الموضوع. سيد أمير موسوي أرجوك وضح. لا أنا ما قلت قتل، قلت هم سيستهدفون ليجلبوا إلى المحاكمة. طيب محاكمة، جميل، أكتفي بهذا القدر منك سيد أمير موسوي. دكتور عبد الله الشايجي، لاحظت إذن حالة عدم استقرار والمنطقة في منسوب توتر عال جدا، خطابات قد تفهم بتحريض وحتى عمليات اغتيال خارج القانون، كل ذلك إلى أين يؤدي المنطقة؟ كيف لها أن ترتاح باعتقادك خاصة الخليج؟
طبعا المنطقة لن ترتاح، للأسف لا يوجد توازن قوى إقليمي يردع ويمنع الأطراف التي تريد أن تتدخل في المنطقة، والآن إسرائيل دخلت على الخط أيضا ليس كحامي ولكن كمؤجج لعدم الاستقرار. خلال السنة ونصف الماضية شهدنا 3 مرات اقتربنا من حافة الهاوية عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، وقبل ذلك كان إشعال النيران وتفجير ناقلات نفط في خليج عمان وفي مضيق هرمز، وصعدت إيران بشكل خطير باستهداف المنشآت النفطية في أرامكو في بقيق وخريص في سبتمبر 2019، اغتيال قاسم سليماني مطلع هذا العام، هذه المرة الثالثة والآن المرة الرابعة، 4 مرات خلال عام ونصف نعيش على إرهاصات وقرع طبول حرب لم تقع ولن تقع حرب، يعني ستكون ردات فعل انتقامية أكثر منها، ولكن هذه كلها بسبب سياسة ترامب لفقدان الاستراتيجية والتخبط الذي يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، وحتى لآخر يوم ترامب بعد عنده 51 يوما ويبدو أنه مصمم أن يشعل نوعا ما فتيل لعدم الاستقرار والتوتر قبل أن يرحل خلال 51 يوما الماضية للأسف، والآن يرسل كوشنر ليحاول أن يحل الأزمة الخليجية التي في اعتقادي لن تحل بهذه السهولة التي أشكرك دكتور. أشكرك، فتحت لنا نافذة عن زيارة كوشنر نترقبها. شكرا دكتور عبد الله شاجي من الكويت، وشكرا السيد أمير موسوي كنت معنا من طهران، وشكرا لكم، إلى اللقاء. محجوبنا.